السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في تغطية جديدة عبر الجزيرة مباشر، نتابع فيها أبرز المؤشرات العربية والخليجية والعالمية وكذلك أسواق النفط والعملات والمعادن. نبدأ مشاهدينا الكرام مع الكويت، حيث افتتحت اليوم على انخفاض ب13% بواقع 21 نقطة. أبو ظبي الآن تهبط بعدما بدأت بداية خضراء ب14% بحوالي 6 نقاط. في دبي انخفاض أيضا وحالة من التذبذب مائلة للانخفاض ب5%. البحرين كذلك بنصف نقطة مئوية. سلطنة عمان انخفاض ب10%. نذهب الآن مشاهدينا الكرام لنتابع إغلاقات أمس في البورصات العربية التي لم تبدأ بعد حتى الآن، ونبدأ من البورصة القطرية حيث أنهت تعاملات أمس على ارتفاع تجاوز 19%، 1% تقريبا بمكاسب 6 قطاعات، بصدارة الصناعة ب1.5%، بصعود جماعي لأسهم القطاع، بصدارة الإسمنت الوطنية ب2.5 تقريبا، والبنوك ب16%، وذلك بارتفاع عدد من أسهمه، تقدمها الأهلي ب9.5% وقطر الوطني ب16% تقريبا، بينما تراجع العقارات منفردا ب1.6% بهبوط إزدان ب3%. اختتمت البورصة السعودية أمس تعاملاتها منخفضة ب1.1% بأعلى وتيرة تراجع منذ 10 جلسات، بخسائر 18 قطاعا، بصدارة الاتصالات ب3% تقريبا، بخسائر جميع أسهمه، بصدارة اتحاد ب4%، والبنوك ب1.3%، بانخفاض الأهلي ب1.7%، والمواد الأساسية ب17%، بتراجع التصنيع ب2.8%، وأسافكو ب2.5%، وصعد قطاع الصناديق العقارية بحوالي 2%. إلى مصر، حيث أنهى المؤشر الرئيس إي جي إكس 30 تعاملات أمس متراجعا ب20% بانخفاض 6 قطاعات، بصدارة الرعاية الصحية والأدوية ب2.3%، بخسائر إيبيكو ب3.2%، والكيماويات ب1%، بهبوط مصر لصناعة الكيماويات ب3.5%، وتصدر مصرف أبو ظبي التراجعات ب4.3%، بينما ربحت 6 قطاعات بصدارة العقارات ب1.3%، بارتفاع العبور للاستثمار العقاري. الآن مشاهدينا الكرام نتعرف على بقية المؤشرات العالمية والأسيوية والأوروبية في هذا العرض، أيضا أسواق النفط والعملات والمعادن.
أهلا بحضراتكم مجددا مشاهدينا الكرام. السيولة النقدية هي إمكانية تحويل الأوراق المالية إلى نقود في أي وقت، وكلما كان عدد المستثمرين في السوق كبيرا وحجم التداول اليومي ضخما كانت سيولة السوق كبيرة أيضا. نتابع مزيدا من التفاصيل حول هذا المصطلح. إذن السيولة النقدية هي إمكانية تحويل الأوراق المالية إلى نقود في أي وقت كما أسلفنا، وتعني كذلك قدرة السوق على تسييل وتسهيل عملية بيع الأصول بسرعة ودون الحاجة إلى خفض سعر الأصول كثيرة. وتقاس السيولة بمؤشرات مثل معدل الدوران، وهو نسبة إجمالي الأسهم المتداولة في فترة معينة إلى رسملة السوق. تقيس السيولة قدرة الشركات على سداد ما عليها من ديون قصيرة الأجل، حيث يقال إن للشركة ملاءة مالية جيدة. حجم تداول سهم معين خلال فترة زمنية محددة بالبورصة يعطي إشارات هامة بشأن قدرتك على شراء وبيع هذا السهم بالسعر المطلوب. سرعة إتمام الصفقة الاستثمارية يعتبر مكونا هاما من مكونات قياس السيولة. أكثر الأصول سيولة هي الأسهل في عملية بيعها بسعر يعكس قيمتها. أسهم الشركات المتعثرة تكون أقل سيولة لصعوبة العثور على مشتر لها وبيعها وفق السعر الذي يرغب فيه البائع. كلما كان عدد المستثمرين في السوق كبيرا وحجم التداول اليومي ضخما كانت سيولة السوق كبيرة. ربط حجم السيولة بارتفاع سعر السهم خطأ شائع، فقد ترتفع السيولة وتنخفض الأسعار أو لا تتغير كثيرا. تقاس السيولة اليومية بضرب عدد الأسهم المتداولة في سعر السهم لكل عملية. هناك مؤشر للسيولة يطلق عليه اسم مقياس كمية التداول المرجحة، يقوم برصد عمليات البيع والشراء بطريقة بسيطة، فيعتبر كميات التداول اليومية شراء إذا أغلق السهم مرتفعا عن اليوم السابق، ويعتبرها بيعا إذا أغلق السهم على انخفاض عن اليوم السابق. مثال على معرفة تأثير السيولة اليومية على الحركة المستقبلية للسوق: ارتفاع المؤشر العام 1% بجلسة واحدة والسيولة اليومية 20% يشير لتطور إيجابي لحركة السوق لتفوق قوى الشراء على البيع. إذن كانت هذه نبذة سريعة عن السيولة النقدية. بعد الفاصل نتعرف على تعليقاتكم التي وردتنا عبر صفحتي تغطية البورصة على فيسبوك وتويتر. ابقوا معنا. سألنا حضراتكم: ما الذي يمنعكم من تجربة الاستثمار في البورصة؟ جاءتنا بعض التعليقات، أيضا ربما تكون تعليقات على أسئلة أخرى طرحناها. الخبرة رأس المال بجانب رأس المال المناسب. حزوم يقول: إيمي، معرفة السوق، الفلوس، الكلام لعبد الرحمن. حسن الشريف على تويتر: ارتفاع المخاطر وعدم وجود الضمانات الكافية. أما شعارات براقة: ما فيش فلوس أصلا. سمو الروح: عدم وجود الخبرة. بندر: الشفافية شبه معدومة. أبو حبيبة: المخاوف من قرارات الدول مثل الحصار. راخي يوسف: شديدة التقلب كما قال المثل المغربي، غامر أولا ثم غادر. أعرف عن أسواق المال أنها شديدة التقلب وأنها تتأثر فقط ببعض التصريحات. كانت هذه عينة من التعليقات. نشكركم متابعينا، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة. بعد حوالي ساعتين ونصف من الآن يتجدد اللقاء مرة أخرى في 12 ظهرا بتوقيت الدوحة لنتابع مؤشرات جلسة التداول. ابقوا معنا.